قمنا بهذه البادرة لأجل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. فهناك كاين عوائق وحنا اخترنا لهذا اليوم لنجمع شمل جميع الناس الذين لهم إكراهات في التمويل وخصوصا مع الأبناك. فقمنا وكما شاهدتم وكما تتبعتم جبنا هناك محاضر وأستاذ السيد محمد بن رضا ليعطينا واحد الدفعة من التجربة ديالو ومن المسار القيم ديالو. وهناك استدعينا عدة أبناك لتعطي ما هو المفهوم الذي سيوجهونه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة وما هي العوائق والإكراهات التي الإكراهات التي يتوجهون لها جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة. فأنتم رأيتم بأم عينكم فهناك تنظيم جيد وهناك أساتذة أجلاء وهناك أطر بنكية ستعطي جميع الشروحات لكي نعطي لهذا المنتدى واحد الإشعاع يعترف به جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة. وشكرا. الجهة ديالنا بطبيعة الحال معنية بامتياز للمشاركة في أشغال هذه النسخة الثانية للمنتدى الجهوي حول المقاولات الصغرى المتوسطة كرافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية للتنمية الاجتماعية ببلادنا. الإيجابي هو أن تنظيم هذه النسخة الثانية من المنتدى تأتيف والمغرب يعرف يعني حدثين استراتيجيين أساسيين. الحدث الأول كما نعلم جميعا يتعلق بتعيين اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد المشروع التنموي الجديد للمملكة، والحدث الثاني اللي عنده قيمته أيضا يتعلق بتنظيم النسخة الأولى من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة كرافعة حقيقية لربح رهان التنمية الشمولية في إطار بطبيعة الحال تعزيز دور ديال الجماعات الترابية كشريك استراتيجي لجانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتنمية المستدامة. فهاد يعني المرحلة اللي كنعيشوها أيضا كتميز في إطار ونحن في إطار بطبيعة تنظيم هاد المناظرة حول الجهوية كتميز ب يعني آفاق ديال التنزيل الأمثل للميثاق التمركز الإداري. هذا الميثاق اللي كنسعاو في إطار جهوية يكون عنده دور في التنمية الاقتصادية والتنمية بالخصوص ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات جد صغيرة، وأيضا وهذا الشيء يكون كيفاش يتم في إطار الالتقائية والتقاطع ما بين يعني تدخلات ديال يعني المصالح المركزة للدولة والجماعة الترابية وعلى رأسهم الجهات الدور اللي كتطلع به الغرف المهنية. واليوم شفنا نموذج ديال غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمجتمع المدني بطبيعة الحال بما في ذلك الجمعيات المهنية بما في ذلك السجام إلى آخره.